Holiday Residence Conference around the country and the Arab world, and welcome to a new episode of our program, School in Air. Dear friends, today we're going to deal with Unit 8. النهاردة أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، إحنا معنا حلقة جديدة وهنتعامل معها أو هنتعامل مع يونت 8 في الحلقة بتاعتنا. طبعا زي ما إحنا متعودين بيبقى في جزء عندنا على الفوكابلوري، على الكلمات، بنشرح بعض الكلمات، بناخد عليها example، كمان بناخد بعض الجراماتيكال رولز، قواعد الجرامر، بيبقى عليها برضو practice. And now let's start. أول مجموعة كلمات معانا هي الفرق ما بين include و consist. تعالوا نشوف مع بعض كده. include, contain and consist. طبعا include بيقول لنا something that has another thing as one of its parts. Something that has another thing as one of its parts. فبيقول لنا the price includes dinner, bed and breakfast. يبقى include معناها يتضمن. Include معناها يتضمن. خدوا بالكم ان include بتيجي بمعنى يتضمن شيء، وهذا الشيء يعتبر جزء من مكوناته. مديني كمان example، بيقول لي the minister، الوزير، is expected، من المتوقع انه to include this idea، انه يدمن او يضع الفكرة دي in his education plan. تمام؟ يحط الفكرة دي في الـ educational plan أو الـ education plan بتاعته، خطة التعليم. يبقى include بمعنى يتضمن. تمام؟ ويتضمن شيء، هذا الشيء يعتبر جزء من مكونات. في عندنا كمان contain. contain بمعنى يحتوي على. بيقول لنا if something such as a box، لو حاجة زي ايه، زي صندوق أو علبة، bag، شنطة، room or place أو أي مكان، contains things، بيحتوي الأشياء، ده معناه إيه؟ those things are inside it. يبقى contain معناها يحتوي على. تمام؟ يحتوي على إيه؟ يبقى إحنا لو معانا container حاوية، لو أنا معايا container وجوه الكونتينر دي حطيت شيء، فهقول إن هذه الحاوية contains. يبقى هي حتى إحنا عارفين إن container جاي من contain، يحتوي على، فcontainer دي الحاوية، الحاجة اللي جواها. لو أنا عايز أتكلم على الحاوية وأقول مثلا the bag، الشنطة، contains، بتحتوي على many things، ممكن money، ممكن مثلا pens and pencils وهكذا. فcontain بنتكلم عن حاوية جواها حاجة، ممكن تبقى bag، ممكن تبقى box، ممكن تبقى أي حاجة. لكن include معناها يتضمن هذا الشيء أو هذا الجزء. تمام؟ يعتبر أو هذا الشيء يعتبر جزء من مكونات الأكبر بتاعة الشيء الأكبر. فأنا لو قلت إني مثلا the bill، الفاتورة، includes، بتتضمن مثلا the service and so on. ممكن تتضمن السيرفيس، بتتضمن أي حاجة تانية. يبقى تعتبر السيرفيس، الخدمة، هي جزء من مكونات المبلغ أو جزء من المبلغ اللي حضرتك بتدفعه في الفاتورة يعني. في عندنا كمان معنى آخر لcontain، تعال نشوف مع بعض. بيقول لنا if a substance contains something، لو مادة بتحتوي على أخرى، that thing is a part of it. تاني، if a substance، لو مادة contains، بتحتوي على something، ده معناه إن that thing is a part of it، هي جزء منها. تعال نشوف كده. بيقول لنا many cars run on petrol، كثير من السيارات مالهم؟ run on يعني يسير بواسطة، يسير بواسطة البترول، وقلنا بترول بمعنى بنزين يعني، اوكي، اللي هو gas in American English. يبقى petrol bridge English، in American English it is gas and both them are right، كلاهما صحيح. ممكن اقول petrol station او gas station. which contains lead، اللي بيحتوي على الرصاص. contains lead، بيحتوي على الرصاص. يبقى ممكن استخدم contain كمان بمعنى شيء، تمام، بيحتوي على اجزاء اخرى او مكونات اخرى. consist of معناها يتركب من او يتكون من. فبيقول لنا something that is formed from particular things or people،
حاجة بتتكون من أشياء أخرى أو ناس آخرين. فبيقول لنا a computer consists of a screen, بيكون من screen, keyboard and some other parts. يبقى دي المكونات بتاعته. consist of معناها يتركب من. اوكي طيب حلو جدا. يبقى احنا ممكن نلخص الكلام ده ونقول ان contain معناه يحتوي على. فانا عندي حاويه، انا عندي شيء بحط جواه حاجه، يبقى ده اللي هو ايه؟ contain. ده contain. contain او ممكن اقول the bag contains pens and pencils، بتحتوي على اقلام and مثلا rulers and واكثر من شيء يعني money. يبقى انا بتكلم على حاويه جواها حاجه، لكن consist بيجي معاها of، وانا بتكلم عن شيء بيتركب من ايه وايه وايه. يبقى انا لو قلت مثلا ذا كمبيوتر، كمبيوتر consists of، بيتركب من، اقول المكونات بتاعته او الحاجات اللي بتكونه. يبقى لو قلت ذا كمبيوتر consists of، بيتكون من، هقول المكونات بتاعته. يبقى consist of معناها يتركب او يتكون من، بقول المكونات بتاعه الكمبيوتر. في عندي include معناها يتضمن. انا بتكلم عن شيء اكبر، تمام، يتضمن حاجة او مجموعة حاجات. فانا بقول ان مثلا the price، السعر، includes ايه بقى؟ includes tax. includes بيتضمن الايه؟ الضريبة. includes tax. يبقى من ضمن الحاجات اللي بتعمله هي التاكس، الضريبة. يبقى عرفنا contain حاوية، اتكلم عن حاجة وجواها مجموعة أشياء. فأنا بقول إن the bag أو the box contains، بيحتوي على، ممكن money and مثلا pens. بتكلم عن حاجة بتتكون من أكثر من شيء، زي الكمبيوتر بيتكون من مثلا keyboard وماوس وغيره. فأنا بقول إن the computer consists of a keyboard, a screen وهكذا. بتكلم عن شيء أكبر، من ضمن مكوناته ممكن اذكر واحد من مكوناته او اكثر. فانا بقول contain، بقول include، فانا بقول the price includes، السعر بيتضمن التاكس. طيب حلو جدا، ده بالنسبه للفرق ما بين الثلاث كلمات. تعالوا نشوف كمان حاجه مختلفه. بيقول لنا make، وطبعا احنا عارفين ان make معناها يصنع، make بمعنى يصنع. انا لو عارفين ان الكلمات في الانجليش لها بيبقى ليها اكثر من معنى على حسب الموضع بتاعها في السياق، بيختلف المعنى بتاعها. وفي كلمات بيبقى ليها معاني اخرى برضو، بنقول عليها النوع ده من الكلمات بنقول عليها بوليسيمي. بوليسيمي هي كلمات ليها معاني مختلفة. في عندنا ميك معناها يصنع، بتستخدم بأكثر او بأكثر من معنى على حسب السياق اللي هي موجودة فيه. فلو قلت مثلا I make a sandwich، انا بعمل ساندويتش. I usually make a sandwich in the morning. وبتيجي مع تعبيرات اخرى كتير زي make a mistake و make money و make a wealth و make friends. التعبيرات اللي احنا كنا قلناهم قبل كده لازم نحفظهم كويس جدا. يبقى make بتيجي مع مجموعة من التعبيرات اللي احنا ذكرناهم قبل كده، ممكن نبقى نكتبهم. في كمان make ممكن يجي بعدها object، وبعد الobject هيجي adjective صفة، وبعد الصفة وممكن يجي بدل الصفة طبعا verb في الانفينيتيف. نكتب الجزئية دي مع بعض، تعالوا كده نكتبها. يبقى make زي ما احنا عارفين معناها يصنع، make معناها يصنع. make بتيجي مع بعض التعبيرات زي نكتب كده make a mistake، فكروني انتوا كده make a mistake، صح كده؟ make a mistake. وممكن اقول make money، صح؟ ممكن اقول make ايه كمان؟ make friends، يكون صداقات، تمام. يعني ممكن اقول make a mistake، make money، يكون يعمل فلوس، يكون ثروة، وبيسويها make a wealth، اي make a wealth يكون ايه؟ ثروة. يبقى make money او make a wealth، make friends يكون صداقات، we make a mistake. كمان make things better،
make things better يعني يحسن الأوضاع أو الأمور. أوكي يعني ممكن أقول لكم مثلا I bought Susie a gift أو a present to make things better لكي أحسن الأوضاع. تمام. في عندنا كمان make a fool of someone يعني make a fool of someone يعني يجعل من شخص ايه أضحوكة يضحك عليه يعني make a fool of someone. ممكن أقول make a decision أو take a decision. Okay. طبعا make مع الحاجات اللي ممكن تتصنع they make a sandwich. Okay. make بتيجي مع تعبيرات كتير. ممكن make كمان بتيجي مع بيجي بعدها object make someone أو تمام make someone بقى يجي بعدها object make someone happy مثلا adjective يبقى make someone happy make someone happy يبقى جه بعد make object أو تبقى object كده وبعد ال object طبعا في عندنا ايه adjective في هنا object مفعول اهو وطبعا happy دي ايه دي adjective. اوكي يبقى make بيجي بعدها object وبعد ال object بيجي ايه بيجي adjective فأنا ممكن أقول I made Susie happy. خلاص I made Susie happy. ممكن make كمان يجي بعدها حاجة مختلفة ممكن أقول make طبعا object أهو بعد كده infinitive بعد كده فين في الانفينيتيف خلاص فانا ممكن اقول I made الباست من make I made مثلا رغد I made رغد do ولا did do خليت رغد do her homework تعمل الايه her homework الواجب بتاعها يبقى جه بعد make جه بعد make object وبعد ال object فعل في المصدر I made رغد do I made أحمد مثلا laugh. اوكي تعالوا احنا نشوف ايه الكلام اللي معانا بص على السكرين بيقول لنا he made the technician جعل الفني technician هو الفني strengthen the signal strengthen the signal strengthen طبعا بمعنى يقوي وسيجنال بمعنى إشارة يبقى strengthen يقوي the signal الإشارة يبقى جه بعد make زي ما احنا شايفين اللي هو الأوبجكت بتاعنا اللي هو the technician وبعد كده بعد technician اللي هو الأوبجكت حط لي verb في المصدر verb بدون إضافات طيب نشوف بعد كده make بيقول لنا make object وبعدين adjective زي ما احنا قلنا he made the signal strong جعل السيجنال strong فجي بعد make او made جي بعدها الobject اللي هو signal وبعد كده strong دي ايه دي adjective صفة the man was made to strengthen the signal ممكن اقولها بشكل اخر the man was made جعل او خلوه يعمل ايه was made to strengthen the signal خد بالك من structure التركيبة دي the man was made to وبعدين verb في الانفينيتيف في عندنا مجموعة من collocations و phrases and expressions agree on يتفق على شيء agree on I agree on the contract أنا متفق I agree on the meeting أنا متفق على ما حدث في الميتينج agree on what you said لكن agree with يتفق مع شخص يبقى agree on يتفق على شيء Okay. Agree on the plan مثلا يتفق على الخطة لكن agree with someone I agree with you I agree with أحمد I agree with مصطفى divide into معناها يقسم إلى divide into يقسم إلى
لكم مثلا the children الأطفال مالهم divided their father's wealth أو their father's fortune قسموا الثروة بتاعت إيه باباهم into أو between two ما بين اتنين أو among each other يعني بين بعضهم البعض احنا عارفين إن among ما بين أكثر من شخص لكن between ما بين اتنين divided the fortune into three shares into three parts يبقى divide into يقسم إلى مجموعة أجزاء. تعالوا نشوف بعد كده split بيقول لنا split into معناها يشتر إلى يشتر يقسم يعني into break the rules معناها يكسر القوانين طبعا break ممكن تيجي مع كلمة promise فممكن أقول break a promise يكسر الوعد بتاعه okay. وطبعا keep a promise عكسها معناها يحافظ على الوعد ما يخلش بيه popular with معناها محبوب لدى أو شائع ما بين popular with optimistic طبعا معناها متفائل وعكسها pessimistic معناها متشائم بنكتب طبعا optimistic و pessimistic عندنا okay pessimistic عندنا optimistic optimistic متفائل و pessimistic متشائم في عندنا مجموعة أخرى من collocations بيقول لنا make fire تمام يعمل نار make rules يضع قوانين make rules go hunting وطبعا go من ضمن الحاجات اللي هي بتيجي مع الactivities الأنشطة والverbs اللي هي بتنتهي بing يبقى go مع بعض الاكتيفيتيز اللي هي بتنتهي بـ ing فانا ممكن اقول go fishing و go skiing و go shopping go diving يبقى go بتيجي مع الاكتيفيتيز اللي بتنتهي بـ ing ممكن go to a place يذهب الى مكان go to the cinema go to the theater لكن go لو جه بعدها verb فالverb ده بيكون بينتهي بـ ing فانا ممكن اقول go hunting go fishing go diving go skiing ودي طبعا كانت من ضمن ال يعني التريكس اللي هي بتجيلنا في الامتحان بيجي يقول لنا مثلا I usually play swimming ولا go swimming ولا do swimming فطبعا احنا بنقول I go swimming ليه لان طبعا ده activity بينتهي بing بياخد go لكن الرياضات اللي هي بنقول عليها بول سبورتس اللي هي الرياضات الكروية بتاخد play انا ممكن اقول play tennis و play volleyball و play ping pong ووتر بول وهكذا يبقى كل الرياضات الكروية بتاخد play كمان كل الجيمز اللي هي بنقول عليها games for entertainment زي مثلا cards بتاخد برضو play cards و play dominoes و play backgammon اللي هو الطاولة كل دي بتاخد play يبقى play dominoes play cards كوتشينا play backgammon كل دي بتاخد play كمان play بتيجي مع كل الآلات الموسيقية فممكن أقول play the piano play the violin play the guitar play the piano يبقى play بتيجي مع كل البول سبورتس الرياضات الكروية ورياضات الجيمز اللي هي for entertainment زي مثلا cards لما أقول play cards و play dominoes و play computer games video games كل ده بياخد play ومعاهم musical instruments الآلات الموسيقية go بتيجي مع كل اللي بينتهي ب ing لكن كل الألعاب الفردية والعنيفة بتاخد do فأنا بقول do karate do kung fu do aerobics فدول بياخدوا do لهم بينتهوا ب ing عشان ياخدوا go ولا هم بول سبورتس رياضات كروية عشان ياخدوا play فناخد بالنا من الحتة دي كويس جدا لأن أنا بتسائل فيها تعالوا احنا نرجع بقى نشوف ايه اللي معنا بيقول لنا go hunting وبعدين escape from يهرب من set fire to يعني يشعل النار في protect from يعني يحمي من protect from بيقول لي كمان refer to يشير إلى refer to signal to
يبعث إشارة إلى surprised at, surprised at. surprised معناها مندهش. Okay, بيجي مع preposition at. stop from, stop from, stop from. stop someone from doing something. يعني ممكن أقول لكم مثلا I stopped the children from playing in the yard. I stopped the children from playing in the yard. يبقى يوقف عن prevent from زيها معناها طبعا prevent معناها يمنع. في عندك exercise بس قبل الاكسرسايز تعالوا احنا نشوف الجرامر بارت اللي معانا. تعالوا احنا نشوف ايه اللي معانا من الجرامر. طبعا احنا today we're gonna have a revision on the tenses. هنراجع على التنسز كمان هنبص على the past perfect tense. اتكلمنا قبل كده على the present tenses اللي هما the present simple and the present progressive, present continuous المضارع بسيط ومضارع مستمر. قلنا ان the present simple اللي هو which is formed with اللي بنعمله من ايه؟ يا اما verb في الانفينيتيف فعل في المصدر يا اما باضافة s e s i e s وده بيكون مع he وشي وإت وأي singular noun. طبعا احنا we use the present simple بنستخدمه for ايه بقى؟ for habits in the present العادات ال present. كمان ممكن نستخدمه for facts للحقائق كمان for permanent situations المواقف الثابتة and the timetables وجداول المواعيد. وكلمنا في الجزء ده قبل كده. We negate it using don't or doesn't. بننفيه بdon't or doesn't. And we make questions using do or does. ده بالنسبة لpresent simple نستخدمه للعادات اليومية أو أي عادات بتتكرر معايا. بستخدمه كمان للtime tables وجداول المواعيد. كمان بستخدمه للfacts للحقائق. بستخدمه كمان للpermanent situations كل موقف ثابتة. ده present simple, present progressive أو present continuous اللي هو am is are verb ing. We use it for actions now. يعني انتوا ممكن لكم you are watching television now. انتوا بتفرجوا دلوقتي على التلفزيون. ممكن مثلا اقول I'm presenting a program now. I'm explaining now. فدي حاجة بتحصل دلوقتي لكن ممكن استخدمه كمان for future arrangements ترتيبات المستقبل. ترتيبات المستقبل. فانا ممكن اقول لكم tomorrow I'm meeting the manager. Tomorrow at 5 I'm meeting the manager. ممكن أقول tomorrow at 9 I'm having a party. يبقى جي بعدها إيه أو جي الجملة بتاعتي جت في present progressive لأن أنا بتكلم عن حاجة بتحصل أو هتحصل في المستقبل وأنا مرتب لها. استخدموا كمان الحاجات اللي هي temporary مش permanent. حاجات اللي هي مؤقتة مش دائمة. لأن الحاجات الدائمة كنت بستخدمها في present simple. لما كنت بقول I live in Cairo أنا عايش في القاهرة. لكن لو أنا بتكلم عن حاجة مؤقتة فأنا ممكن أقول لكم مثلا I'm staying in Alex for a week. I'm staying in Alex for a week. فأنا مقيم في اسكندرية لأسبوع. I'm staying. استخدمت هنا present continuous وقلت I'm staying حاجة temporary مؤقتة. بستخدمه كمان for annoyance للمضايقة. لما اتكلم عن مضايقة فانا ممكن اقول لك you are always interrupting me. انت دايما بتقاطعني. You are always interrupting me. You are always interrupting me. استخدمت present progressive او present continuous ومعاه always كمان من الحاجات الغريبة في ان انا اعبر عن المضايقة اقول لك you are always writing on the wall. انت دايما بتكتب على الحيطان. You are always writing on the wall. ممكن اقول مثلا she Rad is always shouting at me. Ragad is always talking loudly. Ragad is always talking loudly. Is always talking. ده بالنسبة present progressive أو present continuous. خدنا كمان past simple وال past progressive. وإن past simple كمان ممكن استخدمه when I wanna talk about لما أجي أتكلم عن إيه past simple when I wanna talk about لما أجي أتكلم عن actions finished in the past انتهت في الباست حاجات حصلت وانتهت في الباست. فانا ممكن اقول لكم yesterday I visited my grandma. انا زرت جدتي. yesterday I visited my grandma. فهنا الاكشن حصل في الماضي وانتهى. لكن ممكن اتكلم عن my habits in the past عاداتي في الماضي using the past simple. احنا عارفين past simple بنعمله باضافه d او ed او ied للverb. تمام كده دي او اي دي او اي اي دي للفيرب.
طبعا ده لو الفعل اللي معايا ريجولر فعل عادي، لكن لو الفعل اللي معايا irregular فعل من الافعال اللي هي غير منتظم فهياخد التصريف رقم 2، زي مثلا go التصريف رقم 2 منها went، ودو did write wrote وهكذا، فباخد التصريف رقم 2. بستخدمه for habits in the past عادات الماضي، فانا ممكن اقول لكم when I was young I always listened to my grandma's stories. In the past في الماضي my grandma مالها؟ ممكن أقول my grandma always told me stories. كانت بتحكي لي قصص. تال الباست منها told. فأنا قلت always told me stories. ممكن أستخدم على فكرة always usually sometimes. كل دول ممكن أستخدمهم في الباست simple للتعبير عن عادات الماضي. طبعا بعمله negative ب didn't وبعمل question ب did. ده بالنسبة للباست simple. past progressive أو الباست continuous اللي هو بنعمله من was أو were plus the verb plus ing. Was a were plus the verb plus ing. بستخدمه for a longer actions in the past. Longer actions in the past. بعمله ازاي؟ من was a were و verb ing. يعني ايه longer actions in the past؟ أحداث أطول في الماضي. لو أنا عايز أتكلم على المدة اللي أنا قضيتها في حدث ما، فأنا بس في الماضي فبستخدم الباست كونتينيوس الماضي المستمر اللي هو was a were verb ing. فأنا عايز أقول أنا طول اليوم امبارح كنت مثلا بتفرج على التلفزيون، يبقى هقول I was watching television all the day yesterday. I was watching television all the day yesterday. طول اليوم امبارح. تمام كده؟ I was watching. طبعا ممكن الحدث ده يكون ماشي مع حدث آخر في نفس الوقت، فأنا ممكن أقول while I was watching television بينما أنا كنت بتفرج على التلفزيون my mom was cooking. My mom was cooking. الاثنين past continuous لأن هما ماشيين مع بعض. ممكن يكون حدث مستمر I was watching television. تمام. when عندما father arrived حدث تاني قطعه فبيكون past simple. when عندما my father arrived عندما وصل والدي. ده بالنسبة للباست كونتينيوس أو الباست بروجريسيف. بنعمله نيجاتيف ب وذا نوت بيبقى واز تبقى وزنت وور تبقى ورنت. الكويشن بتاعه بنبتدي واز أو وور. خلصنا من الباست بروجريسيف. في معانا كمان ذا بريزنت بيرفكت اللي هو المضارع التام. وذا بريزنت بيرفكت المضارع التام is formed with have or has plus the past participle. بطبعا بنعمله بان احنا نحط have او has والpast participle. وطبعا ده بيتكلم عن actions started in the past and continued up till now. حاجه بدات في الماضي واستمرت لغايه دلوقتي. تمام. او ممكن حاجه بدات في الماضي وانتهت ولكن تاثيرها موجود. او ممكن يستخدم كمان لactions finished a short time ago. حاجات حصلت من فتره صغيره. فانا ممكن اقول لكم I have just started لسه بادئ حالا. I have just started من ضمن الكيوردز بتاعته for و since. for بيجي بعدها بداية حدث أو تاريخ و since بيجي بعدها بداية حدث أو تاريخ و for بيجي بعدها مدة محددة. ممكن أقول since 2010 منذ 2010 لكن أقول for مثلا 9 years مدة 9 سنوات. ده بالنسبة للtenses اللي معانا. في معانا النهاردة the past perfect الماضي التام. we're gonna explain it. هنشرح ال past perfect the form and the use. تعالوا نشوف مع بعض كده. نكتب كده the past perfect الماضي التام which is formed with have had plus past participle. ده شكل الماضي التام had plus past participle. had والتصريف رقم 3. طيب احنا خدنا الباست present perfect. past perfect بقى ايه؟ and the past perfect is a tense هو زمن which is used with بيستخدم مع مع احداث الماضي. طيب اديني example يعني ايه مش فاهم يعني. قال لنا if you have two actions لو انت عندك حدثين them واحد منهم happened before the other واحد منهم حصل قبل الآخر.
So you must put it in the past perfect. لازم تحطه في الباست بيرفكت. هقول تاني، لو انا عندي تو اكشنز، حدثين في الماضي الاثنين حصلوا in the past. For example، على سبيل المثال، I made a sandwich. انا عملت ساندويتش، بعد كده I ate it، اكلته. فهقول ان الحدث الاول الاثنين حصلوا امبارح، فانا لو هرتب احداث حط الحدث الاول اللي هو making the sandwich هحطه في الباست بيرفكت، I had made a sandwich. والحدث الثاني بيفضل past simple زي ما هو. فهقول after I had made a sandwich I ate it. After I had made the sandwich I ate it. تعالوا نكتب الجملة دي ونشوف هنعملها ازاي. احنا قلنا ان الباست بيرفكت بيكلم او بيرتب احداث الماضي. فلو قلت مثلا first في الاول مثلا اهو first I made a sandwich. I made a sandwich. ده أول حاجة. Then بعدها I ate it. طيب أبص طبعا أنا الحسين زي ما أنتم شايفين في الباست made ده past أهو past simple تمام. وفي عندنا كمان ايه the past برضو. لو انا عايز ارتب الاحداث دي فلازم احط the first action حدث اللي حصل الاول اللي هو ده number one، رتبهم كده ده number one وده حصل number two. اللي حصل number one بيكون past perfect. فانا لو جيت اعدله أو جيت ارتب الاحداث فده المفروض يبقى had ايه had made had ايه made. يبقى دايما نخلي first action اللي هو ده بنخليه past perfect. الحدث التاني the second one بيكون past simple زي ما هو. طيب ده بيحصل امتى؟ لو انا حبيت استخدم the soldiers of the past simple the past perfect. مين هم soldiers of the past perfect؟ يبقى في عندنا soldiers ناس شغاله مع past perfect الماضي التام. مين هم soldiers بتوع جنود بتوع past perfect؟ هم after as soon as before by the time. وفي طبعا till وuntil. طيب حلو جدا، يبقى after as soon as before by the time till until وفي بعض ال طبعا الكونكتورز الاخرى. الاول الجنود بتوع الباست بيرفكت لو حضروا فبالتالي بيبحثوا عن الحدث الاول اللي حصل في الماضي وبيخلوه ماضي تام هاد والتصريف الثالث. فلو احنا بصينا على الجمله اللي احنا كنا من شويه كتبناها، انا عملت الساندويتش وبعدين اكلته، ف كنا انا عملت الساندويتش ده الحدث الاول اللي هو I made the sandwich هنخليه past perfect لان ده حدث اول، وبعدين الحدث الثاني يفضل زي ما هو. تعالوا نستخدم اي واحده او اي واحد من السولجرز بتوع الباست بيرفكت ونشوف ايه التعديلات اللي انا عاملها على الجمله. First I made خليناها had made وبعدين then I ate it. طبعا انا اللي هستخدم after مثلا على سبيل المثال after، هقول after ايه بعد ايه؟ بعد ما عملت الساندوتش اكلته، صح كده؟ معناها بعد. after معناها بعد، فهقول بعد ما عملت الساندوتش اكلته. طبعا لما اجي استخدم after اول حاجه هشيلها، اشيل first وبشيل then طبعا، ما ينفعش اكتر من كونكت في جمله واحده. فهقول after I ايه بقى؟ had made. طبعا مش هترضى خالص after ان يجي بعدها حدث غير واضح المعالم، فهتقول after هي بترتب الاحداث، فهنقول after I had made a sandwich اللي حصل after I had made a sandwich I ate it. طب ليه انا ما عدلتش؟ طبعا ما ينفعش اعدل في second action. طبعا السولجرز بتوع الباست بيرفكت بيجوا بيشتغلوا على the first action الحدث الاول بيخلوه past perfect ويفضل زي ما هو الحدث الثاني بدون تغيير. اوكي طيب تعالوا احنا نكتب باقي السولجرز بتوع الباست بيرفكت ونشوف كل واحد قاعدته ايه. طبعا احنا كتبنا after في معانا غير after في after ايه في معانا as soon as
في عندنا before وفي عندنا by the time. اوكي طيب after و as soon as زي ما انتم شايفين نفتكرهم بالاتي، ان after بادئه بالA و as soon as بادئه بالA، فبيجي بعدهم الفيرست اكشن اللي هو طبعا ده اول حرف في الانجلش، فنفتكرهم ان هيجي بعدهم الA، نفتكر بطريقتين، هيجي بعدهم الحدث الاول لان هم بادئين بالA، هيجي بعدهم الحدث الاول اللي هو بيكون had والA plus past participle اللي هو الماضي التام، وبعد كده يكون الحدث الثاني اللي هو بيكون past simple عادي past simple. تمام كده؟ ده بالنسبة لي أول اثنين معايا. في عندنا كمان before و by the time، الاثنين دول بيجي بعدهم second action اللي هو بيكون past simple، وبعد كده بيكون first action اللي هو بيكون had plus past participle. تمام كده؟ فأنا لو حبيت أستخدم as soon as في نفس الجملة هقول as soon as I had made the sandwich I had made the sandwich I ate it. لو هستخدم before هقول إيه؟ before I ate the sandwich I had made it I had made it by the time they في عندنا كمان till و until. till و until till طبعا و until بيجوا غالبا في نص الجملة ما بين جملتين till، وفي عندنا until. till و until بيجوا في النص، بيكون قبلهم غالبا past simple بس بيكون negative past simple بس بيكون ايه negative او حاجة بتديني معنى النيجاتيف او جملة بتكون بتدي معنى النيجاتيف. تمام past simple negative، وبعدهم بيكون past perfect had plus past participle. تمام كده؟ فأنا هقول مثلا I didn't، طبعا past simple احنا متعودين هو الحدث الثاني، و had والpast participle اللي هو يبقى الحدث الأول. أقول لكم مثلا I didn't go out، أنا ما خرجتش إلا بعد ما إيه أخدت شاور، فمين اللي حصل الأول؟ إن أنا أخدت شاور، صح كده؟ فده خليه بعد till وانتل. I didn't go out لم أخرج، ده الحدث الثاني. I didn't go out. Until إيه بقى؟ I had taken a shower. I had taken a shower. I didn't go out. ده الحدث الثاني بيجي قبل until، وبعدين until بيجي بعدها الحدث الايه؟ الأول اللي هو حصل في الأول اللي هو أنا أخدت شاور وبعدين خرجت. فأنا هقول ممكن أقولها بالشكل ده I didn't go out until I had taken a shower. يعني لم أخرج إلا بعد أن أخذت إيه شاور. ده بالنسبة لتيل وانتيل نفس القاعدة بالظبط. طيب في معانا طبعا no sooner وscarcely ليهم قاعدة مختلفة شوية. No sooner than في عندنا hardly when وscarcely when. تعالوا نشوفهم مع بعض. No sooner No sooner, hardly, we scarcely. ناخد بالنا ان no sooner بيجي معاها than, no sooner than. لكن hardly, when, was scarcely when. يبقى no sooner than hardly when scarcely when. طيب في النص طبعا كلام قال لنا no sooner و hardly و scarcely. لو انا بدأت بيهم الجملة بيعملوا حاجة غريبة جدا في الجملة، بيلخبطوا الجملة خالص. تمام بيعملوا حاجة اسمها inversion، يعني بيلخبطوا او بيعيدوا ترتيب الجملة. فبيجي طبعا had الاول، نكتب ك
كده had. وبعدين السبجكت بتاعي اوكي، وبعدين الباست بارتيسيبل نعمل عليها كلاود كده بانو سونر. had subject past participle، نفس الكلام هنا بيبقى مع hardly و scarcely بيبقى had، وبعدين ال subject، وبعدين past participle. اوكي، بس الاختلاف ان hardly بيجي معاها when، scarcely when، no sooner بيجي معاها than. يبقى no sooner had I مثلا made the sandwich، ما هو بعد no sooner بيجي الحدث الاول اللي هو past perfect، تبقى بالشكل ده ما بيقولش I had made the sandwich، لا no sooner had I، had I يبقى جه بعد no sooner had وبعدين السبجكت، فلخبطت الجمله بتاعتي قعدت ارتبها بشكل مختلف. had I made the sandwich then I ate it. hardly و scarcely نفس الكلام بيجي بعدهم had subject past participle وبعدين when. طيب ده لو بدأنا بيهم الجملة. ناخد example على الكلام ده. أقول لكم مثلا no sooner، no sooner، نعم يكاد أن، no sooner had he finished، had he finished then he went back home، went back home. No sooner had he finished، في الطبيعي كنا بنحط السبجكت الأول he had finished، لكن مع no sooner طبعا الوضع بيختلف، بنبدل أو بنغير في ترتيب الجملة بتاعتنا. hardly نفس الكلام، لو أنا شلت no sooner وحطيت hardly هقول hardly، hardly إيه بقى؟ had he finished when، هي دي الاختلاف when، when ايه بقى؟ went out، he went back home، he went back home. اوكي، ده بالنسبة لي no sooner و hardly scarcely. في معانا طبعا كمان hardly و scarcely و no sooner لو ما بدأناش بيهم الجملة بيبقى برضو ليهم شكل مختلف. تعالوا نبص كده مع بعض نشوف هنعمل ايه لو no sooner و hardly في نص الجملة. بيقول لنا لو no sooner حطيناها في النص، قال لنا بنحط had وبعدين had وبعدين no sooner past participle هنا ونحط no sooner في النص. اوكي، نعمل عليها كلاود عشان تبقى واضحة. اوكي، وبعدين then، وبعد then بيكون past simple، بيكون past a simple. اوكي، طيب تعالوا ناخد عليها example. اقول لكم مثلا مصطفى ده السبجكت اهو had no sooner وبعدين الباست بارتيسيبل eaten. مصطفى had no sooner eaten the chocolate okay then he asked for
Another one. لم يكد مصطفى انه ياكل الشوكولاتاية اللي معاه. Then he asked for another one. طلب شوكولاتاية تانية. يبقى مصطفى had no sooner eaten. بعد طبعا السبجكت حطينا ايه؟ had والباست بارتيسيبل اللي هو الحدث الاول. had والباست بارتيسيبل. no sooner بتيجي في النص. طيب نفتكرها باني دايما no sooner و hardly when و scarcely when. يعني مفرقة الجماعات، بيفرقوا الجماعات. والطبيعي ان هاد والباست بارتيسيبل بيجوا مع بعض، لا نو سونر بتيجي في النص زي ما انتم شايفين كده. مصطفى هاد نو سونر، جات لهم نو سونر في النص، فصلت ما بين هاد والباست بارتيسيبل. تمام. وبعد كده الحدث الاول، وبعدين ذان والباست سيمبل عادي جدا. ولو انتم خدتوا بالكم في الجمله اللي فاتت كانت برضو مفرقه للجماعات، كانت مفرقه للجماعات خالص. No sooner had وبعدين الفاعل والباست بارتيسيبل. الله، يعني لو بدأت بنو سونر بعمل ايه؟ بروح حاطط هاد وبعدين السبجكت والباست بارتيسيبل، بتبقى ايه؟ بتلخبط ترتيب الجملة. يعني لو بدأنا بنو سونر بتلخبط ترتيب الجملة، تقول محدش هيلعب هنا، هاد وبعدين سبجكت والباست بارتيسيبل، فلخبطت ايه الترتيب بتاع الجملة. هاردلي نفس الكلام، لو حطيت سونر في النص فبتيجي ما بين هاد والباست بارتيسيبل. تمام. زي ما قلت مصطفى هاد نو سونر ايتن الشوكليت ذان هي اسكت فور انذر وان. تمام. نفس الكلام بنعمله مع مين؟ مع هاردلي وان وسكورسلي وان. تعالوا نشوف كده هاردلي وان وسكورسلي وان بيبقوا عاملين ازاي. قال لنا هاردلي هاردلي وان، لو بدأت بهاردلي احنا عرفنا لو بدأت بهاردلي هعمل ايه. طيب لو حبيت احط هاردلي في وسط الجملة يقول لنا السبجكت اهو فاعل، وبعدين هاد، وبعد كده هاردلي، وبعد كده الباست بارتيسيبل. برضو hardly جت فرقت ما بين had والتصريف الثالث، فقلنا he had a hardly، جت لهم في النص hardly ما بين had والباست بارتيسيبل. فقول he had hardly مثلا finished. تمام. when وبعد كده الباست ايه simple. انا ممكن اقول he had hardly finished when he went back home. he went back هو. طيب ده بالنسبة لي الـ the past perfect. past perfect طبعا is a tense، هو زمن. that talks about، بيتكلم عن actions، أحداث وقعت في الماضي، أحداث حصلت في الماضي. بس هو طبعا بيدخل لما بيكون في أكثر من حدث حصلوا في الماضي، بيرتب الأحداث، بيرتب الأحداث. فبيشوف يقول لنا اللي حصل الأول نخليه past perfect، اللي حصل الأول بنخليه past perfect، اللي حصل رقم اتنين بيبقى past simple. يبقى الباست بيرفكت بيجي يرتب لنا الاحداث، فاللي حصل الاول بيكون past perfect، اللي حصل التاني بيكون past simple. هناخد جمله واحده كده وننهي الحلقه. بيقول لنا choose the correct answer. he spaced writing books until he had traveled in 1950. he hasn't started ولا didn't start ولا was starting ولا had started. طبعا hadn't started، طبعا هناخد hadn't started لاني هناخد didn't start لاني طبعا until بيجي قبلها past simple negative، هنقول he didn't start writing books وبعدها بيجي past perfect. Golding was shocked by the things that he sees ولا has seen ولا had seen ولا seeing that he had سين، اللي كان شافها لنا بترتب الأحداث. حدث الأول بيكون past perfect. Now dear friends, I've come to the end of our episode for today. Wishing you good luck and bye bye.